أوروبا، وبالتالي عرف انخفاض محسوس، إلا أن اكتسبنا شيء أساسي وهو العنصر البشري والقاعدة البشرية التي من خلالها نقدر نعاود، ما نقولش نضاعف، لكن نضرب في 5 أو في 6 مرات الإنتاج الموجود حاليا. اللي عندنا أهداف في وزارة التجارة مع الإخوان المعنيين في هذا القطاع ومع العنصر البشري المكون ومع سلاسل القيم، إضافة إلى العنصر البشري، on a des installations qui sont là, on a un savoir-faire qui est là, on a déjà une expérience qui est déjà sur place. إذن نظن باللي هذا الشيء يمكننا باش في السنوات القليلة القادمة أو في الأشهر القليلة القادمة بعد ما ننتهي مع إخواننا في هذه الشعبة من وضع ورقة الطريق، كيفاش نلحق إلى 200 مليون دولار. ونظن هذا شيء ممكن جدا أننا نقدر نلحق 200 مليون دولار في إنتاجنا وفي تصديرنا لهذه المادة. السيد الوزير كان يتكلم على شعبة زيت الزيتون وشعبة يعني التمور. شعبة التمور تعرفوها جيدا، الجزائر قطب من أقطاب العالم. يا سيد الوزير كان مد التصنيف الرسمي كسابع دولة مصدرة لهذه المادة، لكن خليني نقول بأن إذا كان احترمنا سلاسل القيم التي اقترحها مكتب الدراسات والمرافقة التقنية لهذا الموضوع، راح نضاعف الكثير بكثير هذه الكمية، لأنها مستغلة للأسف بطريقة غير مدروسة، حتى لا أقول كلام ثاني، ونقدر أننا نصل إلى أهداف اللي ممكن ستفاجئ الكثير من المنتجين والمصدرين لهذه العملية. بنفس الشيء بالنسبة لزيت الزيتون وما تحتله الجزائر من مرتبة من مساحات شاسعة. تعرفون الجزائر هي دولة قارة وفي مختلف يعني مجالاتها ومناطقها الوطنية هي بلد منتج لهذه المادة المباركة اللي هي زيت الزيتون، وبالتالي نقدر يكون عندنا كذلك فقط هنا في قضية زيت الزيتون وقضية إنتاج التمور، بالرغم من أننا عندنا تجربة عندنا تاريخ، لكن كذلك تنقصنا بعض التجارب أو بعض التكوينات اللي ترافق خاصة مهنة التصدير وكيف نلج أو الولوج إلى أسواق من أجل تحصيل يعني حصص في السوق العالمية. أختم بموضوع مهم جدا اللي هو موضوع قضية ما هي في إطار يعني إحصاء سلاسل القيم من عنصر بشري واستشرافنا للمستقبل لعناصر بشرية مكونة تكوينا تكنولوجيا علميا، يعني يمكن من أننا نتطور مع هذه يعني الشعب، لكن كذلك شعب أخرى اللي راح إن شاء الله تدير يعني نقطة تحول أو عدوى إيجابية لشعب أخرى، حتى نتمكن من يعني محاصرتها والسيطرة عليها. انطلقت وزارة التجارة مؤخرا في موضوع مهم جدا وهو إحصاء الإنتاج الوطني من خلال سلسلة القيم التي تكلم عليها هذا الموضوع. وما نقدرش نقول ما هي إمكانياتنا للتصدير، ما هي إمكانياتنا للاستيراد، ما هي إمكانياتنا لإنتاج سلاسل القيم والقيمة المضافة إذا ما قدرناش نعرف النسيج البشري والنسيج الصناعي الموجود في الجزائر، اللي من خلاله نقدر نقيم موقعنا في السوق، ونقدر نقيم من خلاله احتياجاتنا للعنصر البشري وما هي حصصنا في السوق العالمية. ونظن العملية يعني هي في نهايتها وسوف ننتهي منها في أقرب الآجال، حتى نقدر نمكن الجزائر من موقعها الحقيقي باش اعتمادا على ذلك واعتمادا على كل سلسلة القيم اللي تكلمنا عليها، نقدر نرسم أهداف أخرى عن طريق ورقة عمل التي سطرها السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الخاص، اللي في خلال الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله سوف ننتقل إلى تقييم وحوصلة حقيقية حول هذه سلاسل القيم وحول ما لحقت له الجزائر من إنتاج وتحديد قيم التصدير والاستيراد من خلال هذا الموضوع. شكرا لكم جميعا على حسن الإصغاء، شكرا للسيد الوزير على كرم الدعوة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن متابعينا الكرام، كانت هذه كلمة وزير التجارة.